السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم قناة لطيفة البراقي وموقع لالا لطيفة. اليوم بحول الله غادي نديرو وصفة سهلة وبسيطة ومكونات في متناول الجميع وموجودة عندنا في الدار وفي المطبخ. قبل ما ندوزو المقادير نبغي نذكر بالنسبه للناس اللي اول مره تيشوفوا الموقع يعملوا اشتراك ويفعلوا الجرس باش توصلكم النوتيفيكاسيون تاع الوصفات بمجرد ما ننزلها المقادير. انا هنا غادي نخدم 250 غرام تاع الطحين، لكن يمكن لكم تضاعفوا المقادير. هنا عندي 125 غرام تاع الطحين الابيض، 125 غرام تاع الطحين او الدقيق نوع الفينو اللي يمكن لكم تعوضوه بسميدة رقيق. هنا عندي كمية تاع 5 غرام السكر، شوية الملحة من حيث غتكون عندنا الحشوة، 10 غرام تاع الخميرة حبوب تاع الخبز. دابا الوقت راه بارد، من يكون الحال سخون تتنقصوا الكمية. هنا عندي واحد 15 غرام، ما بين 15 حتى 20 غرام تاع زيت العود اللي يمكن لكم تعوضوه بزيت المائدة. هنا كمية من الماء. بالنسبه لطريقه العجن، راه العجينه يمكن لها تعجن باليد ويمكن لها تعجن في خلاط، اي نوع تاع الخلاط اللي عندكم. انا هنا غادي نستعمل اليوم خلاط ثيرموميكس. غادي ندير الخميره هي الاولى، حرصوا على انكم ما ديروهاش فوق الكوتو اللي عندنا هنا، و السكر غندير واحد الكميه تاع الماء، ماشي كثيره بزاف، غير باش نسخن الماء اللي غادي نعجن فيه. اللي غادي يعجن بيدو او في خلاط عادي يسخن الماء. انا هذا النوع تاع الروبو غادي يسخن لي الماء. درت واحد 130 غرام تاع الماء، تنشوف من بعد واش خصني نزيد، ونسد طبيعة الحال الخلاط ونمشي نبرمج جوج تاع دقائق في الدائرة الأولى، وفي الدائرة اللي في الوسط تاع الحرارة نبرمج 37، لأن الحرارة الخميرة تتفاعل في هاد الحرارة، أكثر من هاد الحرارة غادي تقتلو الخميرة. ونجي ندير جوج في السرعة، يعني دو لافيتاس. الخميرة تاعنا هي تخلطات مع السكر والماء تاعنا دفا. غادي نزيدو نوعين تاع الطحين، انواع بجوج تاع الطحين نزيدوهم في نفس الوقت. تنكونو غطينا الخميرة، نزيدو الملحة، ضروري تكون هي في الاخير، ما ديروهاش مع الخميرة حيت تنقص مفعول الخميرة. نزيدو الزيت، نسدو وندوزو للدلك. باش ندلكو غادي ندير هنايا 3 تاع دقائق، وندير 3 دقائق وندوز العلامة نتاع السبولة، وندير علامة السبولة ونخدم الروبو. العجين تاعي ها هو وجد مدلوك مزيان. غادي نخلي العجينه ترتاح، ضروري ما ترتاح وتخمر الخمره الاولى. نسد عليها واحد 10 دقائق في الروب. نشكلو من العجين 4 الكرات متساويه في الوزن تاعها، نخليوهم يرتاحوا الجهد اللي نوجدوا فيه الحشوة. بالنسبه للحشوه استعملنا المرتديلا الديك الرومي الحارة واللي ماشي حارة، وحكيناهم شوية غلاط باش يبقاو باينين لينا في الخبز، ثم الفرماج الأحمر حتى هو المحكوك،
حرصوا على انكم تحكوا المرتديلا غليظه باش تبان لكم مزيان في الخبز، واستعملنا منسمات جوج الانواع، وحده لا سيبولات وحده الزعتر باش تجيو لنا الخبز من نطلقوا كره من الكرات على طاوله العمل. اذا كانت الكره تلصق لكم رشوا شويه طاوله العمل بشويه تاع الطحين. حيث نحصل على مربى حاولوا ما تكونش العجين غليظة، واحد 3 ملم. ونجي نديرو الحشوة واحد الكمية مهمة. هنا عندي الحشوة الحارة، نديرو الفرماج. انا ما عطيتكمش الكمية، كل واحد يدير الكمية اللي بغى. الحارة غادي نسمها بالسيبولات ونجمعو الكل. هاد الفتحة غادي نجيو نقرصوها كي بحال هكا، باش نسدوها. نجيو هنا الجناب نسدوهم بحال هكدا، غير تنوركو عليهم بحال هك، وندورو شوية. باش نعطيوها شكل تاع باغيت، ونجي نحطوها على السيليكون اللي محطوطه على. ندهنوا الباغيت مزيان بزيت العود او زيت الزيتون من جميع الجوانب، نميزوا الحاره منها نوع من زرارة، إما الزنجلان أو البابو. أنا هنا عملت البابو باش نعرفو الحار اللي ماشي حار. ثم بواحد الرازوار يكون نقي جديد نفلحو الباغيت، نخليهم يخمرو وندخلوهم يطيبو عادي بحال الخبز فران، يكون سخون حتى يتحمرو من جميع الجوانب. اليوم خبزنا مدوز راسو كيف تيقولو ناس زمان، خبز بدوازو. هاد النوع الباغيت تيجي رائع في المنظر وبنين في المذاق، تيعجب الكبار وتحماقوا عليه الصغار. وسيداتي كيف شتي معايا المقادير راه بساط، تيمكن لك وانتي تديري فقط الخبز اليومي تاعك طرفي شويه العجين وتعملي به هاد النوع تاع الخبز، اما للغوتي او يرافق شوربه للعشاء. الى عجبتكم الوصفه جربوها وردوا عليا في التعليقات تاعكم اللي تفرحني صراحه مثل القها. عملوا اشتراك مع الاصدقاء تاعكم في قنوات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والفيسبوك. بالصحه والراحه
وإلى الملتقى في وصفات أخرى.